هناء محمود حسن، مديرة قسم البحث والتطوير في شركة أدوية سامراء. اليوم شنو الإضافة اللي ضفتوها كقسم بحوث إلى الشركة؟ طبعا احنا كقسم بحث وتطوير دائما كل المستحضرات اللي تطلع من هذا القسم هي مستحضرات جديدة وبحلة جديدة. طبعا المستحضرات اللي خلال هذه الفترة اللي تم إنجازها في قسم البحث والتطوير مستحضرات السمادولات بكل أنواعها. طبعا عندنا بنادول بكل أنواعها، بنادول نايت، بنادول اكسترا، بنادول ادفانس، بنادول كولد اند فلو، بنادول داي. هذه هي اللي كانت سابقا ما تنتج نهائيا عندنا بالشركة. الحمد لله تم انجازها كمستحضر بحثي وخضع لفحوصات وكانت النتائج ممتازة. حاليا ننتظر اكمال مستلزمات التعبئة بالشكل الجديد اللي راح هذه البنادولات نزلت الاسواق لو بعد ما نزلت يعني قلت لك انه ننتظر مستلزمات التعبئه. حاليا وصلنا الباكيتات، بقى عندنا مجرد يعني ان شاء الله ايام قليله تصل السلندرات لها ويتم تعبئتها بالشكل الجديد. يعني ان شاء الله راح تكون يعني نزولها للسوق بشكل كلش رائع ويعكس تطور شركتنا.